بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة السابعة من حلقات التجويد ببساطة، والتي نبدأ فيها الحديث حول النون الساكنة والتنوين. طبعا النون الساكنة هي النون التي عليها سكون، ليس عليها فتحة ولا ضمة ولا كسرة، وتظهر في كتاب الله عز وجل إما عليها رأس حاء كما في كلمة من، وإما بدون تشكيل تماما كما في كلمة منكم. أما التنوين فهو نون ساكنة أيضا، ولذلك لهما نفس الحكم، نون ساكنة تلحق بآخر الأسماء لفظا وتفارقه خطا ووقفا، وتأتي في المصحف على هيئة فتحتين أو ضمتين أو كسرتين في نهاية أحد الكلمات لتخبرنا أن هناك تنوين في نهاية هذه الكلمة. والآن دعنا نتعرف على معنى التعريف الخاص بالنون الساكنة والتنوين. بداية تعلمنا منذ الصغر أن التعريف يجب أن يكون جامعا مانعا، أي أن أي تعريف لأي مصطلح في أي علم يجب أن لا يحتوي على أي عبارات إنشائية، ولكن كل لفظ في التعريف يجب أن يكون له دلالة تثبت الصفات الصحيحة للشيء الذي نعرفه وتنفي عنه الصفات الغير صحيحة. الآن نطبق هذه القاعدة على تعريف التنوين. التنوين نون ساكنة تلحق، أي أن التنوين غير أصلي في أي كلمة بآخر، أي أن التنوين لا يأتي في بداية الكلمة ولا في وسط الكلمة. الأسماء، أي أن التنوين لا يأتي في الأفعال ولا في الحروف، الأسماء فقط هي التي تنون. لفظا كما ننطق كلمة نور، تنطق هكذا نور، وكأننا أضفنا نون ساكنة في نهاية كلمة نور، وتفارقه خطا، لا تكتب نون ساكنة ولكن كما قلنا تكتب ضمتان أو فتحتان أو كسرتان، وتفارقه أيضا وقفا، أي أننا عندما نقف على كلمة نور لا نقول نور بل نقول نور ويختفي التنوين. إذا قارنا بين النون الساكنة والتنوين، النون الساكنة ثابتة عند الوصل وعند الوقف، عند الكتابة وعند اللفظ، أما التنوين فهو يظهر فقط عند النطق وصلا، أما إذا نطقنا ووقفنا عنده لا يظهر، وأما في الكتابة فلا يظهر مطلقا. في النهاية يجب أن تعرف أخي الحبيب أن النون الساكنة والتنوين لهما في القرآن نفس الاعتبار أو نفس الحكم. ما معنى نفس الحكم؟ الحكم يعني رأي الدين، موقف الدين من قضية معينة. عندما تسأل ما حكم الدين في الصيام، نقول أن صيام رمضان فريضة، فهذا هو حكم الدين أو رأي الدين. هنا نتحدث عن الطريقة التي يريد الله عز وجل منا أن ننطق بها النون الساكنة والتنوين. لدينا أربع طرق لقراءة النون الساكنة والتنوين. على أي أساس نختار الطريقة التي سننطق بها أي نون ساكنة أو تنوين؟ حسب الحرف الذي يأتي بعد النون الساكنة أو بعد التنوين. ما هي الطرق الأربعة التي سوف نتعلمها بمشيئة الله تعالى؟ الطرق الأربعة لنطق النون الساكنة والتنوين هي الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء، أي أن النون الساكنة أو التنوين عندما يأتي في كتاب الله عز وجل ننطقه بطريقة من هذه الطرق الأربعة، إما بطريقة الإظهار، وإما بطريقة الإدغام، وإما بطريقة الإقلاب، وإما بطريقة الإخفاء، حسبا للحرف الذي يأتي بعد النون الساكنة أو بعد التنوين. الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى سوف نبدأ في تعريف كل طريقة من هذه الطرق ومتى نستخدمها. أشكركم وألقاكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.